السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الخبر نرجو الاشتراك في قناتنا لكي يصل إليكم كل جديد. علاوي وجه دعوى بشأن السوداني نزيهي ومهني ولا تضيقوا عليه. وزير الداخلية يصدر توجيهات خاصة بخطط الزيارة الأربعينية. التحالف الدولي يعزز مواقعه في سوريا بقوات قادمة من العراق. المالية النيابية تستضيف محافظ ومسؤولي البنك المركزي العراقي الأسبوع المقبل. إخماد حريق اندلع داخل جامعة بغداد. خلال أسبوعين إيقاف 32 حالة ابتزاز إلكتروني وعنف أسري في العراق. إليكم تفاصيل الأخبار. دعا زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي الاثنين إلى عدم التضييق أو المزايدة على رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني. وقال علاوي في تغريدة إن الأخ محمد الشياع السوداني شخصية نزيهة ومهنية أثبتت كفاءته بوضوح في مناصب عديدة شغلها في السابق، وأضاف أنه يتوجب على جميع القوى السياسية دعمه ودعم حكومته وعدم التضييق أو المزايدة على سير برنامج الحكومة وجهودها في محاربة الفاسدين وسعيها في تقديم أفضل الخدمات لشعبنا الكريم. أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشماري الاثنين توجيهات خاصة بخطط الزيارة الأربعينية. وذكرت الوزارة في بيان إن وزير الداخلية عبد الأمير الشماري ترأس اجتماعا للاستماع إلى الإيجاز نصف الشهري عن جميع المفاصل والتشكيلات لتقييم العمل الأمني وشرح تنفيذ الخطط المرسومة لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام بحضور وكلاء الوزارة لشؤون الشرطة والاستخبارات والأمن الاتحادي وعدد من المستشارين والقادة والمدراء، فضلا عن قادة شرطة المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية. وبشأن إنجاح وتأمين ذكرى الزيارة الأربعينية وجه الشمري بحسب البيان أن تكون القوات المكلفة بأداء هذا الواجب مستعدة بكامل مواردها البشرية والاستخبارية، خاصة أوقات الليل بحكم أن مسير الزائرين في هذا الوقت بسبب ارتفاع درجات الحرارة نهارا مشددا في الوقت ذاته على تعزيز منظومة الاتصالات بجميع أنواعها. وأكد على تواجد القادة ميدانيا للإشراف المباشر على تنفيذ الخطط بالشكل الدقيق وتوفير الدعم اللوجستي للقوات الأمنية المتواجدة خلال هذه الزيارة، مشيرا إلى تكثيف الجهد الهندسي ومسح الطرق التي يسلكها الزائرون من قبل المختصين في مديرية مكافحة المتفجرات وتعزيز جهود وحدات 9K في السيطرات مع زيادة أعداد دوريات النجدة خلال أيام ذكرى 20 من شهر صفر. ولفت إلى ضرورة تكثيف العمل الإعلامي ومحاربة الإشاعات والأخبار الملفقة، موجها بتوفير أعداد كافية من المفتشات في المحافظات التي تضم منافذ حدودية فضلا عن محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف. وأوضح أن الطرق السريعة سيتم مراقبتها من قبل دوريات مشتركة لرصد سير المركبات والحوادث المرورية. استخدمت قوات التحالف الدولي خلال الساعات الماضية رتلا عسكريا إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا عبر معبر الوليد الحدودي مع أقليم كردستان العراق. وقال شهود عيان أن الرتل ضم 30 شاحنة محملة بمواد لوجستية وعسكرية وكتل إسمنتية وصناديق مغلقة، وتوجه نحو قواعد تابعة للتحالف الدولي في تل بيدر وقصرك واستراحة الوزير بريف الحسن. يأتي هذا بعدما وصلت الأسبوع الماضي تعزيزات عسكرية جديدة للتحالف الدولي إلى قواعدها في محافظة دير الزور، دخلت من معبر الوليد الحدودي أيضا. ومنذ بداية الشهر الجاري دخلت 4 قوافل تعزيزات وإمدادات تابعة للتحالف إلى مناطق شمال شرق سوريا. تسعى اللجنة المالية في مجلس النواب لاستضافة مسؤولي البنك المركزي الأسبوع المقبل لمناقشة تأخر توزيع مبالغ مبادرة السكن التي أطلقها العام الماضي. وقال عضو اللجنة مصطفى القرعاوي إن المصارف تأخرت كثيرا في إطلاق مبالغ المبادرة للمواطنين لشراء عقاراته أو بناء قطع الأراضي التي يمتلكونها كجزء من حل أزمة السكن التي يعاني منها العراق. وأوضح القرعاوي أن المبادرة ينتظرها الكثير من المواطنين ممن لا يملكون مبالغ كافية لبناء منازلهم، مشيرا إلى أن الكثير من المواطنين حصلوا على قروض من المصارف
من دون فوائد بهدف شراء وحدات سكنية بضمنها الموجودة في المجمعات السكنية العمودية التي أنشأت مؤخرا. وبين أن مبالغ المنحة تقدم من قبل البنك المركزي إلى المصارف، لافتا إلى أن اللجنة ستضيف محافظ البنك المركزي والمسؤولين فيه للاستفسار عن سبب تأخير إطلاق المبالغ إلى المصارف لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمنحها للمواطنين. أعلنت مديرية الدفاع المدني حادث حريق اندلع داخل مخزن للقرطاسية في كلية العلوم داخل جامعة بغداد بمنطقة الجادرية. وذكرت المديرية في بيان أنها استنفرت فرق الدفاع المدني وحركة عجلة الأطفاء المرابطة قرب بوابة جامعة بغداد لتحكم سيطرتها الكاملة خلال دقائق من اندلاع الحريق في المخزن المحترق، والذي حال دون اتساع النيران إلى مرافقة الكلية ومنع أن يسفر الحادث بوقوع إصابات بشرية. وأضافت أنه على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق حسب السياقات القانونية. أعلنت الشرطة المجتمعية إيقاف 32 حالة ابتزاز إلكتروني وعنف أسري خلال أسبوعين. وذكرت المجتمعية في بيان أنها أوقفت وبعمليات منفصلة 32 حالة ابتزاز إلكتروني وعنف أسري في النصف الأول من شهر آب الجاري في مختلف محافظات البلاد. وأضافت أن مجموع حالات الابتزاز الإلكتروني التي كانت أغلب ضحاياها من النساء والفتيات بلغت 21 حالة خلال الأسبوعين الأولين من الشهر، فيما بلغت حالات العنف الأسري التي كانت أغلب ضحاياها من الأطفال 11 حالة. أنه في الأثناء اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، وقدمت دعمها النفسي والمعنوي والرعاية للضحايا.